اما هلا مشاهدينا عم تقلنا لمساحتنا الطبيه وخصصناها للاشخاص يلي بيعانوا من سخونه بالايدين والقدمين خصوصا اثناء الليل، وهذا الشيء اكيد بسبب لهم اضطرابات وقلق وارق وبسبب لهم تعب جسدي خلال فتره النهار، بحيث انه كمان ما بيقدروا يشتغلوا ويمضوا بقيه نهارهم بالنشاط والحيويه بسبب قلقهم والارق يلي بيصير عندهم بسبب هي المشكله السخونه عند الأشخاص هدول. لازم نعرف شو أسبابها وشو هي المشكلة يلي بتسبب هي المشكلة الشائعة هلأ كتير بين الأشخاص. رح نتعرف كمان على طرق العلاج. معنا اليوم الدكتور تامر تامر، وهو الاختصاصي بالجراحة العصبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح المواطنين. اهلا وسهلا فيك دكتور تامر تامر، ضيفنا الدائم من اهل البيت. يعني اهلا وسهلا فيك دكتور تامر. بالبدايه سالتك شو اسباب السخونه تحت الهواء، قلت لي في 200 سبب وفي اسباب عديده وكثيره. قديش اليوم مهم انه نحن نعرف السبب بسخونه الاطراف، شو هو السبب وكيف فينا نحن نعرف السبب وبعدين نلجا الى الطبيب؟ هلا الحقيقه لك سخونه الاطراف شيء شائع جدا، يعني في كثير ناس بتلاقي عم تعاني سخونه الاطراف، بس انا بدي ميز بين نوعين من سخونه الاطراف. هلا في سخونه بالاطراف اللي بتحسي انه الايد فعلا فيها احمرار، فيها اثناء قياس الحراره من شخص اخر مثلا من الطبيب او اي حد ثاني بلمس الايد او الرجل بلاقي فيها حراره اكثر من بقيه الجسم، عن في ارتفاع بدرجه حراره الطرف نفسه. وفي سخونه اطراف هو شعور الانسان بسخونه الطرف، بس فعليا لما بالفحص بيكون درجه الحراره بتناسب درجه حراره الجسم او المحيط. هلا الفرق بين الاثنين بسبب فرق الاليه اللي بيصير فيها ارتفاع سخونه الاطراف او احساس المريض بسخونه الاطراف. هلا نحن قلنا انه هذا مرض شائع، كثير ناس بتعاني منه، وهو مرض مزعج، ما انه مرض خطير بالمعظم، بس ولكن هو مرض مزعج جدا. هو يصنف تحت اسم المرض دكتور؟ طبعا مرض يعني نحن هو الحقيقه اذا بدنا نصنفه علميا هو تظاهر لامراض معينه، تظاهر لامراض معينه. طيب نحن مثلا اذا بدنا نقول هذا العرض اللي عم نحس فيه، شو الاليه اللي بتصير فيها؟ نحن بنعرف انه الطرف او الايد او الرجل المكون الاساسي منها هو العظام، الاوعيه، الاعصاب والنسيج الضام او اللي بنسميه العضلات والاربطه والمفاصل اللي موجوده هون. هلا الحفاظ على حراره اي جزء من الجسم بيعتمد اول شيء على تلقي درجه حراره الجو المحيط، يعني اذا في برد رح تنزل درجه حراره الطرف، اذا الجو بارد رح تنزل درجه حراره الطرف، رح تيجي اوامر للدماغ انه نحن هون في نزل درجه الحراره، وبالتالي رح نعيد استعاده درجه حراره الجسم بانه نضخ دم دافئ اذا كان قادر الجسم على هاي الاليه. يعني بيصير في دوران دموي معين بيستجيب لاليه نزول درجه الحراره لحتى يحافظ على درجه الحراره نفسها. هلا اي خلل بهي الاليه بتؤدي لحدوث سخونه الاطراف. هي الآلية هي آلية معقدة، مو مثل ما الناس بتتخيل انه شغلة بسيطة، لا هي آلية معقدة مرتبطة بعدة عوامل. أول شيء سلامة الجهاز الوعائي، يعني الأوردة والشرايين لازم تكون سليمة، سلامة الجهاز العصبي، استقبال المعلومات الحرارية وإعطاء الأوامر لازم يكون سليم لحتى تكون هالمنظومة سليمة، وبالتالي تضل الحرارة ضمن المنطق والمعقول أو المناسبة للجسم. ثلاثة ما يكون في أذية بالطرف، يعني إذا في كسر بالطرف أو رد أو جرح حتى أو في التهاب أكيد رح يصير في حرارة ورح ينتقل الوزمة ويصير في عنا حرارة بالطرف، أو أنه مثل ما قلنا أي خلل بالمنظومة العصبية أو الوعائية، أو في التهاب مفاصل. لما بيصير في التهاب الجسم بده يضخ دم أكثر للمنطقة لحتى يسيطر على حالة الالتهاب، بالتالي رح يصير في عنا حرارة بالأطراف. هلأ هذا بيؤدي إنه الأسباب اللي بتؤدي لخلل بهاي المنظومات هي أسباب كثيرة، أسباب العلاقة بالطرف وأسباب العلاقة بالمنظومة. يعني نحن اعتلال الأعصاب سواء كان سببه أذية بالعصب بالطرف نفسه أو التهاب بكامل أعصاب الجسم، هذا بيؤدي لأحياناً تظاهر بشكل سخونة الأطراف.
مشان هيك انا قلت لك انه في 200 سبب، لانه في اسباب العلاقه بالمنطقه اللي هي القدمين او اليدين، وفي اسباب العلاقه بكامل الجهاز الوعائي او الجهاز العصبي، واي مرض ممكن ياثر عليهم ممكن ياثر على حراره الاطراف، بالتالي ظهور سخونه الاطراف، بالاضافه لبعض اضطرابات الهرمونيه، لانه الهرمونات بتلعب دور كثير كبير بتنظيم الحاله الوعائيه والحاله العصبيه للجسم، بالتالي بتطلع التظاهرات. وهلا فينا ممكن نقول الاسباب الشائعه اللي اكثر شيوعا اللي ممكن نلاقيها عند الناس اللي عندهم حراره الاطراف، وحتى ما كثير نعقد الموضوع للناس، الاشياء هو اضطرابات من ناحية الاضطرابات الهرمونية، مثلا اضطرابات غدة الدرقية، فرط نشاط الدرق أهم أعراضه أنه بيصير في حرارة باليدين وتعرق. اثنين من الأسباب الشائعة للهرمونية مثلا اضطرابات الهرمونات الأنثوية، مثلا النساء اللي في مرحلة سن اليأس بتلاقي عم تقول لك عم يجيني هبات باردة وهبات سخنة، هي كمان بتساوي لي حرارة بالأطراف. الأسباب العصبية هو اعتلال الأعصاب. اعتلال الأعصاب بيؤدي إنه بصير نقل الأوامر أو نقل الإحساس فيه مشكلة، وبالتالي ردات فعل الجسم بصير فيه مشكلة. والأشياء بيناتهم التهاب الأعصاب السكري. بالسكري بتلاقي المريض أحيانا بيحس بخدر وتنميل، بس في أحيانا بيوصل لمرحلة إنه في حرارة بالقدمين وباليدين كبيرة كتير ومؤذية وشعور مؤذي جدا. طبعا في عنا اسباب عديده جدا 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 كمان حراره الاطراف. الاشياء اللي نحن بنلاحظها بالممارسه هو اسباب نفسيه، التوتر النفسي والاكتئاب بسبب ارتفاع هرمونات معينه في الجسم كنتيجه للتوتر العصبي، فبصير المريض بحس بخدر وتنميل واحيانا سخونه وبروده بالاطراف. هلا في سبب كثير مهم والناس يعني ما كثير تقتنع فيه، احيانا نحن بنسميه حرارة الأطراف مجهولة السبب، هو له حقيقة سبب إنه بنية الجسم، يعني مثل الأكزيما مثل الربو مثل يعني بنية الجسم ممكن تخلي السيطرة على الحرارة هون فيها تقصير ولو 5% 10% فبتظاهر بشكل حرارة الأطراف. أوكي دكتور، يعني ممكن هاي المشكلة تصير كمان عند اضطراب الهرمونات ذكرت حضرتك، ممكن تصير عند المراهقين أثناء فترة البلوغ كمان؟ حقيقة سببها هون مو اضطراب هرموني عند المراهقين، سببها هون أنه في أحيانا بنية المراهق لما بيصير فيه يعني الطول أو نمو الجهاز الهيكلي والعظمي، بيصير في عنا ببعض الحالات البسيطة أنه بيصير في التهابات خفيفة بالمشاش تبع النمو، وهي الالتهابات نتيجة البناء والاستقلاب السريع ممكن تؤدي لظهور فعلا سخونة بالأطراف. طب شو حالتها هون دكتور؟ يعني أنا بشوف أطفال بسن المراهقة بيعانوا من هي المشكلة إنه سخونة بيناموا مكشفين رجليهم وسخونة بإيديهم كمان، ممكن يكون إنه لنقص بعض الفيتامينات كمان، هي أخطاء شائعة عند الكبار إنه ممكن يكون نقص بمجموعة الفيتامينات بالجسم. خلينا هيك يمكن انا دخلت سؤالين ببعض. طبعا احنا حتى نميز اول شيء واهم شيء اذا ندخل بالعلاج ندخل بالسبب. عند المراهقين بدنا نشوف اول شيء هل هو هذا المراهق عنده مشكله بنيويه، لانه كمان ما بدنا ندمج انه بس فقط هو سببه النمو. لا، في احيان بكون في عنا فعلا امراض خاصه بموضوع الغده الدرقيه لازم ندير بالنا عليها. اثنين فقر الدم، اذا في عنده من امراض وراثيه لفقر الدم لازم كمان ننتبه عليها. نقص الحديد كمان لازم ننتبه عليه. نشخص السبب عند الطفل اللي عنده هاي المشكله، وهون بدنا ننتبه انه ما يكون السبب اللي قلته انا، انه يكون السبب اساسي بنيه هذا الطفل في عنده مشكله عم تؤدي لحدوث حراره الاطراف. بنيه الطفل يعني هو الوراثة تبعه بهذا الشكل، صاير عنده خلل بهالمنظومة. هون العلاج بيتبع السبب، إذا في سبب قابل للعلاج لازم نعالجه بالأول، بعدين بنخفف من الأعراض، ممكن نقدر نخفف من الأعراض. ولازم ننتبه أنه معالجة السبب بتكون بالتوازي مع تخفيف الأعراض.
ليش؟ في كثير من الحالات نحن اللي بنحاول نعالج السبب من دون تخفيف الأعراض، ولكن وجود الأعراض المزعجة بحد ذاتها بتأثر على العلاج بشكل عام. نعم دكتور، في سخونة بالأطراف بتكون بشكل مؤقت وفي سخونة عم تكون بشكل مستمر، خلينا نفرق بين هاي الحالتين. يعني الشكل المؤقت ممكن يكون نتيجة أكلة، ممكن تنبيه صغير للأسباب يلي ذكرتها حضرتك، أما السخونة الدائمة فهي أكيد تنبيه لأمراض عديدة. خلينا بس نميز بين الحالتين. الحقيقة لك هلأ مثلا مثل ما قلنا أحد أسباب التهاب المفاصل هو ارتفاع حمض البول، فبالتالي من الشائع انه باثناء ارتفاع حمض البول انه يصير في عندنا سخونه بالاطراف. هلا هذا سبب ممكن نسيطر عليه وممكن يرجع لحاله اثناء الحميه او انه يتحسن نسبه الالتهاب، بالتالي بتروح الاعراض. ممكن يكون السبب مثل ما قلنا يعني رد على العصب ويتحسن بشكل تدريجي بسبب انه خلل وظيفه العصب تحسنت مع الوقت خلال 3 أشهر 6 أشهر. ممكن يكون سببه اضطراب الغده الدرقيه ونقدر نحسنه، بس احيانا بيكون سببه وهذا كله بيدخل ضمن حراره الاطراف المؤقته. ممكن يكون السبب مثل التهاب مؤقت بالايد بسبب التهاب نسيج كلوي او بسبب وجود التهاب مفاصل مؤقت. اما في اسباب لا، حالته صعب وبده وقت اكثر. مثلا عندنا السكري، اعتلال اعصاب السكري هو بيساوي لي حراره بالاطراف وعاده بده وقت كثير لحتى تتحسن. ازيات الدائمه بالاعصاب، مثلا الناس اللي عندهم انقطاع بعصب معين، هدول ممكن يصير في عندهم اضطراب بالحس بشكل دائم. نحن هون دائما بكون العلاج لتخفيف الاعراض. في متلازمه اسمها الحثل الودي، هلا ما راح ادخل تفاصيلها لانه كثير صعب تفصيلها، بس هي متلازمه تصير باذيه الجهاز العصبي، بيكون النتيجه الام شديده واضطراب بالحراره وفعليا هو الاذيه بالعصب ولكن غير معينه. هلا بهيك اصابات هي بيكون دائما الحراره دائمه ومؤلمه، وهون الهدف من العلاج بيكون ما فينا نعالج السبب، بيكون العلاج بالهدف الاساسي هو انه نسيطر على الاعراض ونخفف منها. هلا حراره الاطراف اللي بتترافق مع الاكتئاب او التوتر العصبي هي بتكون متراوحه، يعني احيانا بتزيد واحيانا بتخف واحيانا بتختفي. هي لها علاقه بالحاله النفسيه. خلينا نوضح نقطه للمشاهدين بما انه هيك الوقت شوي عم يداهمنا وبدا العدد تنازلي، خلينا بس نوضح انه في اشخاص بيلجأوا فورا للفيتامينات بي كومبلكس اوقات، او اشخاص ثانيه بيتفهمنوا وبيقولوا انه انت عندك نقص بمجموعه من الفيتامينات بالجسم، خلينا بس هيك نصحح هاي المعلومه. هلا الحقيقه ان اصل الفيتامينات مسؤوله عن حراره الاطراف بواحد من الاسباب العديده اللي ذكرناها، اللي هو بيصير في عندنا اعتلال اعصاب بنقص الفيتامين بي 12، واحيانا نستخدم الفيتامين بي 12 كدعم لاعاده بناء العصب المتآذي بمرض ثاني، بس ولكن استخدام العشوائي للفيتامينات احيانا بيكون هو سبب حراره الاطراف، لانه نحن بنعرف انه التسمم بالفيتامينات او بالفيتامين بي 12 بالذات بيطالع اعراض او بيظهر اعراض عند المريض بتشابه اعراض نقصه، فبالتالي بيصير عندنا اعتلال اعصاب بفرط الفيتامين بي 12. هون نحن بده يعني الانسان لازم اول شيء الفحص السريري الدقيق لنعرف شو السبب. هلا بس تصنف ضمن واحد من الاسباب اللي قلناها بنوجه العلاج، سواء اعطينا فيتامين لعلاج اعتلال العصب او اعطينا فيتامين كدعم، بس ضمن خطه. ممنوع ناخده انه والله خذ لك علبه ابر ومنشوف بعدين شو بيصير، لا، لانه احيانا بيكون دلالة سخونة الأطراف بتدل على مرض بالجسم استقلابي، مثلا مثل السكر، وفي كثير مرضى اكتشفناهم أنه عندهم سكر من اعتلال العصب اللي راجعوا فيه بدون ما يكونوا يعرفوا أنه هم معهم سكر، لأنه الاعتلال الأعصاب أو سخونة الأطراف باعتلال الأعصاب ممكن يسببها سكر بمستويات حدية، ما ضروري يكون مستوى السكر فوق 300، ممكن 120 130 على مدة طويلة
يؤدي لاعتلال بالاعصاب. بس لازم ضروري يعني يعملوا اختبار قبل ما ياخذوا اي فيتامين، لانه زيادته بتؤدي لاعراض مثل نقص وهس خصوصاً البي كومبلكس، فاكيد يعني ما حدا ياخذ ادويه من عنده. دكتور خلينا بس بالختام نذكر مع حضرتك، لازم سخونه الاطراف يكون ايدين ورجلين ولا لا؟ لا في طبعا في 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 كثير في فرق. في احيانا سخونه الاطراف تصير بسخونه القدمين، ومعروف سخونه القدمين مشكله عالميه يعني، حتى مشكله كثير شائعه ومشكله كبيره عند الناس بتنصاب فيها. وفي سخونه يدين فقط لحالها بدون ما تصير سخونه الاطراف القدمين. حقيقة سخونه القدمين كمشكله عند كثير ناس بتكون اساسيه، ما لها دلاله مرضيه، واحيانا بنسميها متلازمه الساق الانتيابيه الليليه. هاي المتلازمه كجزء من سخونه الاطراف بدنا ننبه انه لها تنبيهات للمريض باللايف ستايل او بطريقه حياته ليخفف من اعراضه، كونها هي جزء منه، يعني هي جزء من 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 بنيته الوراثيه اكثر ما هي دلاله على مرض معين. ممكن تكون اكثر عند المدخنين؟ اكيد، لانه في عدة أسباب، احمرار الدم واضطرابات الأوعية الدموية اللي بترافق التدخين بتزيد من نسبة حدوث سخونة الأطراف. لأنه بلاحظ أكثر الأشخاص يلي بيعانوا من هاي المشكلة سخونة القدمين أنه بيكونوا مدخنين كثير. طبعا لأنه بترافق، قلت لك، إصابات الأوعية اللي بتترافق مع اضطراب الأوعية اللي بترافق مع التدخين كثير مسؤول عن هاي الحوادث، وتلاقي فيها ظهور موضوع سخونة القدمين عندهم بشكل أكبر. هلا دائما المريض اللي عنده سخونة أطراف لازم ينتبه على موضوع معين. الخطأ الشائع إنه أنا وقت بحس بحرارة بروح بحط مثلا إيدي تحت المي الباردة، أو منحط كمادات مي باردة ثلجية لحتى نخفف الحرارة. هلا هي بتعطي راحة مؤقتة بس، ولكن للأسف بتؤدي لاضطراب أشد وضرر أكبر للمنظومة اللي عم بتحاول تسيطر على الحرارة. فهون نحن ردة الفعل الشديدة بننصح المريض إنه يتجنبها، لا نعرض نخلي حرارة القدمين واليدين ضمن حرارة معقولة لطيفة، يعني ما نجنب الطرف تغير الحرارة المفاجئ من الساخن للبارد جدا، لا، يفضل دائما هذا الإنسان إنه يستخدم الماء الفاتر المعتدل القريب من حرارة الجسم. نعم. دكتور تامر تامر، نحن كثير بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبدنا نتمنى السلامة للكل. شكرا كثير. شكرا لكم.